الثلاثينات والمجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية المشاهير المصرية، وهو يضم كل القصوص زائد شيخ من كل كنيسة محلية في مصر. يعني كل الكنائس المحلية في مصر ممثلة في هذا السنودس الموجود. السنودس بينعقد مرة سنويا عشان ينظر في التقارير بتاعة المؤسسات السنودسية والمجامع ويتخذ القرارات بشأنها، وقد ينعقد أيضا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. إذا كان في ضرورة إن السنودس ده ينعقد انعقاد طارئ أو انعقاد غير عادي بينعقد. لوحظ في الآونة الأخيرة إن في عدد كبير أو سوري إن في عدد من نقول أعضاء السنودس بدأوا يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي بشكل يعني فيه إساءة للآخرين. حتى وصل الأمر إلى السب والقذف والتشهير، وعدد من المؤسسات والأشخاص الذي تم التشهير بهم طلبوا إبراء ذمتهم وشكلت لجنة تحقيق لإبراء ذمة هؤلاء.